بحضراتكم من جديد. معرفش احنا ضيوف عليه ولا هو ضيف علينا، بس المؤكد القعده حلوه في مناسبه رمضانيه مهمه جدا. باشمهندس وكابتن ايمن شاوي، هو المستضيفنا ولا احنا المستضيف؟ لا احنا النهارده مستضيفينه يا راجل. بس هو في وسط الحوار هتكتشف ان احنا ضيوف. طب هو ليه؟ لان عنده كلام مش هنعرف احنا نقوله. لكن الاول لازم نعرف يا جماعه الراجل الغريب اللي قاعد معانا ده. طب ليه مش هو اللي مستضيفنا؟ عشان لابس كرافات يعني ولا ايه؟ لا احنا رسمي هو كذا، يبقى احنا هو الضيف. لكن عايز اقول لكم يا جماعه، الكابتن ده ايمن شوقي هو سليل عائله كرويه ابا واما، يعني خلانه عادل، كابتن عادل احمد، كابتن محله، يسري احمد، اتحاد سكندري، ايوه منا سردباك الاتحاد سكندري، وطبعا والده شوقي قنصوه، ايمن شوقي قنصوه. شوقي قنصوه ده بقى لعب في الترماي، لعب في السكه الحديد، لعب في الزمالك، لعب في المصري، وانا يعني شايف ان هو كان لعيب معلق في دماغي جدا. بس انا ايه، ما قابلتش والدك غير لما تقريبا الامور كانت بتخلص. صحيح صحيح. كل سنه وانت طيب يا كابتن. وانتم بالصحه والسلامه، كل سنه وحضراتكم طيبين، وشعب الاهلي طيب، وشعب مصر العظيم طيب، كل الامه الاسلاميه بخير يا رب. ان شاء الله كل خير. كابتن ايمن، يعني ماتشات القمه اكيد انت عندك تاريخ طويل معاه. سيبك من اسود التحليل دلوقتي، انت دلوقتي احنا مريحينك من مصطفى عرب وعادل عبد الرحمن دلوقتي. ذكرياتها حلوه. ويمكن اول ماتش ليا مع الزمالك كانت لي ذكرى حلوه قوي. الماتش ده يمكن انا قبليها بماتشين ثلاثه، كان اول سنه كنت يعني كثير الاصابات، جاي من نادي الكروم في حمل معين، فلما دخلت على النادي الاهلي الحمل اعلى شويه، فكنت بتصاب في اول سنه. ففاتني ماتش الزمالك في الدورين. السنه اللي بعد كده جه الكابتن جوهري، وكنا بنلعب الماتش الاولاني برضو اتصبت. ده سنه 87؟ ده سنه 85. انا جيت 84. السنه اللي بعدها جه الكابتن جوهري. فالمهم كنا بنلعب الزمالك والنص الملعب ما كانش كويس قوي، فالكابتن جوهري قال لي سخن. قلت له هلعب مكان مين؟ قال لي هجيب مجدي عبد الغني. قلت له مجدي عبد الغني؟ قال لي اه هجيب مجدي عبد الغني. قلت له طب وماليش العب فين؟ يا دي الورطه. قلت له مش عارف. المهم يا دوبك انا داخل على الخط، واقف على الخط وخلاص مستني الكوره ما تطلع بره، راح مجدي هوب ضارب واحده جول. رحت رايح قعد جنب الكابتن جوهري، قلت له عايز مني حاجه ثانيه؟ خليه ما لعبتهاش. فالسنه اللي بعديها 87 لعبت بقى ماتش اهلي وزمالك نهائي دوري. ما قلتلوش اي خدمه؟ لا ما انا عايز حاجه. هو ضحك يعني، انا ما قلت له خلاص يا كابتن كده كويس؟ قال لي اقعد تعالى اقعد جنبي. مش بقول لكم دي هتبقى ساعه لقلبك النهارده؟ لا.